السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة يا حلوين إن شاء الله هنعمل مع بعض وردة بلونين، وردة منظرها جميل جدا جدا وشيك. ويلا بقى بينا نبدأ الخطوات بتاعتنا، خطوات سهلة جدا جدا وبسيطة ومش مكلفة ومتاخدش أي وقت مننا. أنا هعمل الوردة بلونين، لون اللون ده واللون ده زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا باللون الاصفر ده الاول، وبعدين نبدا نعمل مع بعض بالورده السوري قصدي الورده بتاعتنا بتاعت النهارده. انا هعملها بطريقه ورده مسطحه بطريقه اللي انت ممكن تزيني بيها اي موديل، اي حاجه تعملها في موديلات الكروشيه. انا بقى هعمل لكم بدون دايره سحريه بطريقه سهله جدا جدا، وفي نفس الوقت مش هتكون باينه. انا اول حاجه طبعا انا محتاجه ان انا اصغر الابره. الابره دي لقيتها مش هتمشي معايا، فهضطر ان انا اجيب ابره تانية تكون مناسبه مع الخيط بتاعي، لان الابره دي 3 مللي وانا محتاجه ابره تكون اقل من ديت عشان مش هتمشي على الخيط. وعودوا نفسكم الخيط اللي يكون مش ماشي مع الابره ما طبعا ما تستخدمهوش، يا اما تجيبي خيط مناسب خالص مع الابره. طبعا موضوع الابر ده يعني بنتكلموا فيه بعدين في فيديو من الفيديوهات. وطبعا عشان لازم الحاجات اللي اي الكروشيه ده لازم تكوني ما كل شله مع خيط مع مناسبه مع الابره اللي هتشتغلي بيها، ويكون الخيط ماشي معاها. زي ما انتم شايفين كده انا لقيت الابره ديت هتكون ماشيه مع الابره دي مع الخيط ده، والابرتين تقريبا نفس الابره. انا بقى هختار دي وهشيل طبعا الابره دي، وبعدين هنبدا بقى نشتغل مع بعض الغرزه بتاعتنا. انا اول حاجه بقى هبدا اعملها هعمل كده عقده البدايه. انا كده عملت عقده البدايه، وهعمل بقى ايه كده 1 2 3 4 5 5 كده كده 5. وبعدين هندخل في دي نعمل غرزه منزلقة زي ما انتوا شايفين كده، غرزة منزلقة. وهرتفع بقى ايه بعد كده بقى هعمل عمود بلفة، هعمل بقى 8 غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين اهوت. ادي اول عمود معايا. ممكن تنفذي برضو الوردة دي طبعا بالدايرة السحرية، طبعا كلنا عارفينها وعملناها قبل كده اهو زي ما تشايفين. دي رقم كده طبعا دي بندلها في الخيط تحت عشان ميكونش معانا باينه، او بنقصها على حسب زي ما تشايفين كده. بعدين هنكمل اللي بعدها على طول اهوت. عمود بلفه، بعدين هنعمل برضو كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى انا هقفل بغرزه منزلقه. انا عملت دي بحيث ان انا ما بينش الدايره ديت، مش باينه خالص اهي، ومنظرها جميل جدا جدا. انا بعد كده هعمل بقى ايه هقفل بغرزه منزلقه. الغرزه المنزلقه دي سهله جدا اهيت، وطبعا هتشوفوا الطريقه بتاعتها اهوت. هدخل بقى في ايه في اول واحده كده اشتغلنا فيها كده، اشدها بغرزه منزلقه. زي ما انتوا شايفين المنظر جميل جدا. انا بقى خلاص كده خلصت باللون ده،
هجيب بقى اللون التاني. والاول بقى هعمل ايه؟ الاول هاخد ده طبعا الخيط ده كده هنشيله خالص اهوت، وهبتدي بقى ايه احط خيط جديد. هنكملها بالخيط ده عشان طبعا الوردة يكون منظرها جميل معانا. طبعا الخيط ده هتقولي لي هيروح فين؟ الخيط ده طبعا هداريه تحت الشغل، مش هسيبه برضو، هنداريه تحت الشغل بالنظام ده كده اهو. وبجيب الاتنين دول كده مع بعض اهو عشان نداريهم تحت الشغل. نخلي الاتنين قد بعض كده عشان بس المنظر يبقى يكون كويس معانا اهوت. هرتفع ارتفعنا 3 غرزة سلسلة. هاجي بقى ايه ادخل اعمل غرزة عمود بلفة زي ما انتم شايفين اهو. في نفس المكان هعمل برضو غرزة عمود بلفة، هعمل فيها 4 غرزة عمود بلفة زي ما انتم شايفين اهو. في نفس المكان بالظبط بعمل فيه علشان انا عايزة الخيط اللي تحت ده يتدارى اهوت. كمان عامل كده ادي كده ايه، احنا اعتبرنا اول واحدة ده واحد، هنعمل برضو كمان اهو زي ما انتم شايفين غرزة عمود بلفة. وبعدين بقى ايه هاجي عند اللي بعدها كده وانزل بمنزلقة. طبعا عارفين كلنا غرزة المنزلقة، هاجي عند المنزلقة بقى واعمل كده اهو وارتفع 1 2 3. ارتفعت 3 وبعدين هنزل في اللي بعدها اعمل برضو عمود بلفة في نفس المكان غرزة عمود بلفة. ادي كده 3، ادي كده 4 كده. احنا كده عملنا 4 غرزة عمود بلفة. هنزل بمنزلقة في اللي بعدها على طول زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. بطلع كده كمان في اللي بعدها واعمل 3 غرزة سلسلة. وبعدين بقى بدخل في نفس المكان اعمل غرزة عمود بلفة. وطبعا اللي عايز الفيديو بتاع العمود بلفة موجود طبعا في الفيديوهات تحت، واللي عايز الطريقة ممكن يشوفها. اهوت 1 2 3 4. انا بعمل من كل وردة والتانية 4 غرزة عمود بلفة، وبنزل في اللي بعدها بغرزة منزلقة زي ما انتم شايفين بالنظام ده كده اهوت. وبعدين برتفع 3 غرزة سلسلة، ادي 1 2 3 زي ما انتم شايفين كده. وبدخل في نفس المكان اعمل برضو 4 غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة. اجي بقى احنا عملنا دورة كده، جيب بقى على اخر واحدة ونعملها مع بعض. اول حاجة بقى هرتفع 3 غرزة سلسلة، وبعدين بقى هدخل اعمل بقى ايه في نفس المكان اعمل 4 غرزة عمود بلفة. ادي كده 2 3 4. وبعدين بقى بنقفلها في هنقفلها طبعا في اول واحدة احنا اشتغلنا فيها. هعملها غرزة منزلقة بنفس الطريقة زي ما انتم شايفينها ديت اهوت كده. يبقى خلصت معانا الوردة
بالطريقه دي ممكن بقى ايه تزيني بيها اي حاجه اي موديل او اي حاجه بتعمليها. ممكن تكبري كمان وتعملي كده، ده مثلا حاجات الاكواب تحطي عليها كوبايه الشاي كده بس على كبير بقى، ممكن تعملي بقى اي موديل دي، او عامله فستان وعايزه تحطي حاجه كده تكون كبيره صغيره على حسب الموديل اللي انت عاملاه. الطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، وممكن تكبري منها زي ما انت حابه طبعا على حسب ما انت عايزه او زي ما انت شايفين. طبعا احنا كده بعد ما بنخلص هنقص بقى الخيط ده وهدريب ابره الكروشيه بالنظام ده كده اهوت، هدريه بقى في الشغل كده زي ما انت شايفين. كده بندري وبعد كده ايه كده يبقى خلاص كده خلصنا. زي ما شايفين كده تبقى ما خلصت معايا الورده بالطريقه دي، سهله جدا جدا وبسيطه. والفيديو طبعا ما خدش معانا دقايق، ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل له بقى طريقه هوريكي حاجه تانية. هعمل لكم اي فيديو طبعا مناسب وحلو ليكم كده يا احلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش بقى تعملوا لي بقى لايك لايك للفيديو واشتركوا القناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. مع السلامه.